بعد حمد الله والصلاة والسلام على أنبيائه الأبرار العظام وعلى النبي محمد خير الأنام وخاتم الأنبياء الكرام. قال الراوي: يا سادة يا كرام، كان العرب يعيشون في جزيرتهم قبائل وعشائر متفرقة، كل منها يسكن في منطقة يظن بنفسه أنها مشرقة. وقبيلة بني هلال مثال، الأمطار كثيرة والأعشاب وفيرة، ولكن انقلبت الأيام وحل الجفاف ببشاعة وحدثت المجاعة، فقصد رجال القبيلة في الحال خيمة شيخهم وكبيرهم الأمير حسن ليجد لهم حل لهذه الأحوال. جمع الأمير حسن أبراء القبيلة وفارسها الأمير أبو زيد الهلالي سيد الرجال، ومرافقه الأمير مرعي ابن الدلال والأمير الدياب وغيرهم من الأبطال، وشرح لهم أوضاع الناس وما غدوا عليه من الباس، وطلب المشورة فأفتوا بالرحيل للخلاص من القحط الطويل. ومنهم من ذم الهجرة ومغادرة الوطن وطالب بالتمسك بالأرض ولو حشو الكفن، لكن بعد نقاش طويل وافقوا لأنه سيحل الجوع ومن ثم الموت المفجوع، وأجمعوا كلهم على الرحيل طلبا لأرض خصيبة يعيشون فيها وماشيتهم الحليبة. وكلف الأمير حسن أبو زيد سيد الفرسان باستكشاف أراضي فيها الأمن والأمان. بأمان الله، بأمان الله يا مسافر، بأمان الله، أملي بالله تجمعنا، أملي بالله. قال الراوي: سار أبو زيد بمهمته الجليلة بعزم وجد، واختار معه أبطالا من القبيلة قاصدين المغرب، ووصلوا بعد مغامرات وعناء إلى مدينة تونس الخضراء، وكان لها أمير يدعى الزناتي خليفة. ولما دخل أبو زيد ورفاقه بستانا قرب تونس للاستراحة من مشقة السفر، أحاط بهم علام ابن عم الزناتي وهو داهية، وأخذهم مع عسكره ليمثلوا أمام الأمير الزناتي خليفة، فحاولوا إقناعه بأنهم شعراء جوالين، لكنه لم يصدقهم وأراد قتلهم. قال الراوي: من حسن التقادير أن الأميرة سعدة بنت الزناتي خليفة قد وقعت بغرام مرعي مرافق أبو زيد، فعملت على إنقاذه من القتل بأن أقنعت أباها أن لا يقتلهم بل يطلب منهم أن يفتدوا أنفسهم بالمال. فوافق الزناتي وأطلق سراح أبو زيد ليذهب إلى بلاده ويحضر مال الفداء. قال الراوي: يا سادة يا كرام، انطلق أبو زيد حتى وصل ديار قومه في مصر، وقصد خيمة الأمير حسن فتلقاه بالترحاب، وسأله عن بقية الأمراء فطمأنه عنهم وحكى له القصة من الباب للمحراب، ثم شرح لهم أوضاع أرض المغرب وخصوبتها، وقرروا الرحيل بساعتها لأن المجاعة حلت بهم نتيجة الجفاف والقحط، ولتحرير رفاق أبو زيد المسجونين وبقية الرهط. قال الراوي: شدوا الخيل شدوا الخيل، شدوا العزم وشدوا الحيل، طول الدق وقلب الدق ورايتنا عنجم سهيل، دوق فوق الخيل. ركب الفرسان خيولهم بالصباح، وجلست النساء في الهوادج مع أول صباح مع أول ضوء لاح، ومروا بطريقهم بكل الأهوال، ولكنهم كانوا أبطالا ورجال، فأكملوا المسير وقاتلوا وتحدوا المصير، واعترضهم الأمير الدبيس اللئيم ومعه جيش جرار عظيم، طلب منهم أن ينزلوا على حكمه والتسليم، فرفضوا أن يكونوا أسرى لديه أو عبيد، وقابله وفد من أكابر بني هلال الكرام طالبين منه أن يدعهم يمروا من أرضه بسلام، لكن الدبيس غضب وجن وأمر بسوق وفد أمراء هلال أبني هلال للسجن. ولما أطال الوفد الغياب تيقن الأمير حسن من غدر الدبيسي وتألم أشد الألم، وحزن أهل الأمراء ولم يجدوا أمامهم إلا أن يقصدوا الأمير أبو زيد الذي وعدهم خيرا. قال الراوي: يا سادة يا كرام، استغرق أبو زيد بالتفكير طوال ليله
كيف سيكون التحرير، تحرير الأمراء من سجن الدبيسي الحقير. وفي الصباح الباكر وقبل شروق الشمس غادر خيمته دون أن ينتبه أحدا لهيئته، فتذكر بهيئة درويش مبروك برقبته مخلاة فيها كعك ومعروك. ولما شاهده حرس الدبيسي أمسكوه وإلى أميرهم الدبيسي قادوه، فمثل بين يديه ودعا له وهو يقصد الدعاء عليه، وأخبره بأنه درويش سائح فقير رقيق الحال، فاهتمت به الدبيسي وطمع أن يربح الحرب ببركة دعواته. ولما طلب منه الدعاء له بالنصر قال له: يا سيدي، الدعاء لا يستجاب إلا عند القصر. أخذوه إلى قصر في المدينة، فلفت نظره باب كبير وأمامه حرس كبير، فعرفهم أنه قادم من قبل أميرهم للدعاء له، فرحبوا به وتجاذبوا الحديث مع الرجال، فعرف أنهم يحرسون أسرى بني هلال. وبعد أن كسب ودهم بالكلام دعاهم لما معه من طعام، وقام بقسمة ما معه من الكعك بينهم، فأكلوا وهم مسرورين، وفجأة أصبحوا نائمين، فقد عمل البنج الذي في الكعك عمله فخدرهم، وأسرع أبو زيد ففتح الباب وفك قيود الأسارة الذين تأملوا بالنجاة بعد أن كانوا حيارة، فأخذوا سلاح الحرس وخرجوا جميعا نحو الباب والمتراس، ووجدوا الحرس لاهين فأخذوهم على حين غرة وهم مطمئنين، وخرجوا في عتمة الليل وتركوا الدبيسي يلاقي الويل، فأرسل يطلب الدرويش على عجل بعد أن سمع بما جرى وحصل. ما عندها فقد الأمل، فرجال بني هلال أصبحوا آمنين ونجوا من بطش الدبيسي وجيشه اللعين. قال الراوي: يا سادة يا كرام، أصابت الحادثة الدبيسي بالهجوم، فأمر جيشه على بني هلال بالهجوم، وكانوا لهجومه متوقعين وبالشجاعة والحزم مسلحين، وما هي إلا جولات وساعات قليلات حتى كان الدبيسي صريع سيف أبو زيد الهلالي بالذات. وتولى الأمر وزير الدبيسي همام، وهم ممن يعارضون الحرب ويفضل السلام، فأمر جيشه بالتوقف عن القتال وأعلم بني هلال برغبته بالصلح. وفعلا تم الصلح بعد أن تولى الوزير العاقل الحكم، فطلب منه الأمير حسن بمتابعة هجرتهم واستكمال مسيرتهم، فودعهم الوزير همام ودعا لهم بالتوفيق وطلب منهم الحذر، وتمون بني هلال من المدينة بكل ما يحتاجونه لطريق الهجرة الطويلة، وانطلقوا ليلا يمشون في نسيم عليل، وما زال بنو هلال يقطعون السهول والجبال حتى وصلوا تونس أرض الزناتي، ولم يعد الصدام مع الزناتي من مهرب، فأغاروا على دياره فهرب الرعيان والفلاحين مزعورين. وصل للزناتي الخبر ليقين، فخاف الزناتي واضطرب ودعا قومه للحرب ورتب أفكاره وجمع أنصاره وسار بجحافله للقاء بني هلال. قال الراوي: يا سادة يا كرام، في أرض المعركة وقف الملك الزناتي وقال: أين أميركم حسن؟ أنا لا أرضى إلا بقتاله. فاندفع الأمير حسن أمام صفوف قبيلته وبدأ قتال الموت بين الرجلين، وحان بينهما الحين ونعق فوقهما غراب البين. وكانت الضربة الأولى للأمير حسن، لكن الزناتي ردها بأقوى منها، فلاحت الفرصة للأمير حسن فسدد ضربة هائلة بحسامه للزناتي، لكن الزناتي أسرع بتفاديها بدرعه الفولاذ فانحرفت، لكن الزناتي فمن هول الضربة تزعزع وسقط عن جواده، فسارع رجال قومه وسحبوه إلى صفوفهم وهو مذهول. وهنا انخض بنو هلال على جيش الزناتي واشتعل بينهما الضرب والطعان، وتعالت أصوات الشجعان واختلط الفرسان، ومن الخلف كانت النساء على الهوادج يشجعن رجالهن بالأناشيد والزغاريد. فاندفع الرجال يقاتلون بضراوة وزلزلوا رجال الزناتي، وكانت الهزيمة تحيق بهم، لكن الزناتي خليفة فكر أن الحكم قد يكون بالخديعة، فانطلق مع مجموعة من فرسانه مبديا الهزيمة، لكنه كان يضمر الغدر، فابتعد قليلا ثم انعطف بالفرسان ليأتي معسكر بني هلال من الخلف، حيث المواشي والأطفال والنساء لا غير، لكن القدر كان له بالمرصاد، فقد كان الأمير دياب متخلفا في الخيام،
فسمع صهيل الخيول ووقع السنابك واستغاثة النساء والأطفال مع خلو المكان من الرجال، وتناول سيفه وقفز على فرسه وإذ بالزنات أمامه شاهرا عليه حسامه، فتبادلا ضربتين وتصاولا وتجاولا حينا بعد حين حتى أيقن الزناتي بالهلاك، فلكز حصانه ونحو أبواب مدينته انطلق شاعرا بالهلاك. وتبعه الأمير دياب وقال له وقف لك، فأرسل رمحه خلفه فقتله وأنهى الصراع الذي كلف الطرفين الكثير من السادة والرعاة. قال الراوي: يا سادة يا كرام، دخل بنو هلال تونس منتصرين ولم يتعرضوا لأهلها المساكين، الذين اختاروا أميرا جديدا لهم أمين بعد موت الزناتي البهين. فبارك الأمير زواج سعدة بنت الزناتي من الأمير مرعي الهلالي يا أخواتي، ووافق على أن ترافقه مع قومه في تغريبتهم بعد أن أوصاه بحسن معاملتها، فقد أصبحت يتيمة. وخلال عدة أيام تزود بنو هلال بالمؤن وابتاعوا كل ما يحتاجونه لاستكمال هجرتهم، وتابعوا مسيرتهم باتجاه المغرب، فوصلوا طنجة وشواطئ بحر الظلمات وتفرقوا في الأرجاء، ومنهم من حدر جنوبا باتجاه بلاد شنقيط فعمروا البوادي والبراري التي كانت فارغة في طول وعرض بلاد المغرب العربي، وأصبح كل واحد من أمراء بني هلال أمير منطقة واسعة، وبقي مرجعهم الأمير حسن حتى وفاته، وظل أبو زيد بطلهم ودياب من شجعانهم حتى شاخوا، وظهر جيل جديد من نسل بني هلال لا يعرف إلا أرض المغرب بلادا ووطنا له. قال الراوي: يا سادة يا كرام، وهكذا نستفيد من هذه السيرة الشعبية أن الهجرات الجماعية كانت في الماضي ولا زالت في الحاضر جزء من حياة الشعوب، وأنها ممكن أن تكون لمصلحة المجتمعات الإنسانية كافة. وربي يطول عمر المشاهدين وتكونوا مسرورين.